ليلة طويلة عاشها لبنان على وقع انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية يعمق الأزمة الاقتصادية الخانقة أكثر فأكثر. طرابلس وكذا بيروت، التظاهرات الغاضبة فيهما تعكس الحنق الشعبي على الحكومة التي يمسك حزب الله زمام أمرها وأوصلت البلاد ها هنا. نحن هون بالساحة ومبارح وكل يوم ونازلين بعد بأعداد أكبر إن شاء الله بهذه الأيام الجاي، لأنه الوضع الاقتصادي والمعيشي ما في عنا أفق للحل، لارتفاع سعر صرف الدولار، للمشاكل الاقتصادية، خمسة أشهر صار للحكومة بعدها ما حطت خطة إنقاذية للوضع بلبنان. وفي الوقت الذي يقول حزب الله ومعه حكومة حسان دياب الحالية إن مطالب المحتجين خدمية واقتصادية لا أكثر، يؤكد المتظاهرون أن المشكلة الأساسية هي النظام السياسي الطائفي القائم. محاصصة طائفية، بلد إذا يضل ماشي هيك منتهي ونحن منتهيين، نحن عم نحاول نبني بلد من أول وجديد، يعني من تحت الصفر، نحن مش نازلين، بنعرف إنه ما حيقدروا يجيبوا كهرباء، ما حيقدروا يجيبوا مي، ما حيقدروا يعملوا شيء، لأنه بلد انفلس، نحن عم نحاول نرجع نبني بلد من أول وجديد، غير النظام اللي حكم 30 سنة هو نظام ميليشياوي، يعني عهد الميليشيات، بدي أقول شغلة كثير مهمة، الزعيم الحرب كان يحط أنماص يقتل العالم على الطريق، يعني مش حيفرق معه إذا جعنا ولا متنا جوع. ومع هبوط الليرة اللبنانية إلى عتبة 6000 دولار بين عشية وضحاها، بينما عادت الليرة السورية إلى التعافي وسط أنباء عن سحب العملة الأجنبية من بيروت إلى دمشق، ذلك لدعم نظامها قبيل تطبيق قانون قيصر، تتوجه سهام المشكلة مرة أخرى إلى حزب الله وسياساته الخارجية والداخلية ومحاولة جر لبنان إلى فتنة طائفية للهروب إلى الأمام. عم تنفجر الأمور، يعني ما يشبه الألغام الموقوتة وتنفجر الواحدة تلو الأخرى. الملفت أنه بهالتطورات الأخيرة هناك من سعى، يعني طبعا هناك علامات استفهام كبيرة على حزب الله وعلى حلفائه، من سعى أن يحول القصة من قضية مطلبية إلى قضية مذهبية وطائفية، يعني هيدي يعني قضية مكشوفة للرأي العام. أمام هذه التحركات يبدو أن الوضع في لبنان سيظل قابعا على صفيح ساخن يبشر بتظاهرات أقوى من ذي قبل. ففي الوقت الذي تتجه الحكومة للتفاوض للاقتراض من صندوق النقد الدولي، تؤكد تقارير وأبحاث دولية بالمقابل أن نحو مليون لبناني سيصبحون بلا عمل ورواتب في النصف الثاني من السنة الحالية.